وللتعليق حول شأن السوري معنا من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسن النيفي. مرحبا بك معنا أستاذ حسن. روسيا مجددا تعود إلى ما يمكن وصفه باستلام زمام المباحثات حول الأزمة السورية من خلال إعلانها عن مباحثات جديدة في أستانا. هل يمكن القول بأنه لا أمل في فرض أي تسوية تحت مظلة جنيف الأممية؟ تحية لكم وللسادة المشاهدين. لعل روسيا الآن هي أسرع ما تكون إلى الدفع باتجاه إكمال مسار أستانا، سعيا منها أيضا في طريق موازن إلى العمل على مسار اللجنة الدستورية. ذلك أن الجميع يعلم أن طيلة الفترة السابقة كان الروس يستفردون بالملف السوري، وقد كان لهم منجز من خلال هذا الاستفراد وهو مخرجات سوتشي والتي كان على رأسها اللجنة الدستورية. الآن أيضا في ظل سعي موازي من جهة مجموعة الدول السبع والتي أيضا تدفع باتجاه اللجنة الدستورية، ولكن من خلال رؤية أخرى ربما تكون مباينة للرؤية الروسية. لذلك الآن روسيا تحاول استباق الخطى، وخاصة أنها مقبلة على استحقاقات ربما سياسية، لعل أبرزها هو القمة الرباعية التي ستعقد في اسطنبول في 27 من هذا الشهر بين الدول الأربعة، تركيا وفرنسا وروسيا وألمانيا. وكذلك الآن في ضوء تحديد ربما بداية كانون أول لموعد آخر لأستانا، الآن روسيا تحاول الدفع بهذا الاتجاه، أي باتجاه استفراد أو فرض رؤيتها على اللجنة الدستورية أو على مخرجات سوتشي السابقة بعيدا عن التأثيرات الأخرى. نعم أستاذ حسن، يعني إعلان موسكو نيتها عن استضافة قمة تركية روسية إيرانية جديدة، يعني ألا ترى بأن إعادة إيران إلى واجهة المفاوضات ينافي التوجه باستبعادها، وذلك بناء على عدم دعوتها للقمة المرتقبة بين تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا، خصوصا في ضوء دخول طهران على ملف اللجنة الدستورية كما أعلن الروس عن ذلك؟ بكل تأكيد أستاذي الكريم، يعني الآن روسيا ربما ترى حاجتها لإيران هي أكثر من أي وقت مضى، وخاصة أن إيران منحازة أو تتماهى هي مع وجهة نظر الروسية التي تميل أكثر إلى إعادة إنتاج نظام بشار الأسد. لا تريد روسيا أن تقف بمفردها مقابل تركيا وألمانيا وفرنسا، لذلك هي تحاول الآن تعديل موازين القوى في المفاوضات من خلال جلب إيران إلى جانبها ونوع من خلط الأوراق. يعني هي تعرف حساسية الموقف الأوروبي وحساسية الموقف الأمريكي من وجود إيران على الأرض السورية. هي من جهة روسيا تريد أن تستميل إيران كثقل في المفاوضات، ومن جهة أخرى أيضا تريد أن تساوم عليها، حيث يطلب الآن الأمريكان من روسيا أن تكون عامل مساعد في إخراج إيران، فهي من هذه الجهة تحاول أيضا ابتزاز الغرب، فهي أيضا تستخدم الموقف الإيراني استخدام مزدوج إن صح التعبير. نعم، كيف تقرأ زيارة رئيس هيئة التفاوض المعارضة نصر الحريري غدا في موسكو للقاء المسؤولين الروس وبحث سبل التسوية؟ يعني هيئة التفاوض ربما تعتقد حتى الآن أن الروس هم وحدهم من يمسك بالحل السياسي في سوريا، لذلك هي ترى أنه مهما فعل الروس بالشعب السوري فالحل لا بد آت من القناة الروسية، وهي تعتقد أنه ربما بإمكانها من خلال المزيد من الحوار مع الروس ربما أنها قادرة على تحصيل شيء ما. طبعا يعني هذا هو ما تراه هيئة التفاوض وليس بالضبط ما يراه أو يعكس تطلعات السوريين. السوريون يعتبرون الروس هم عدو لهم، هم قاتل للشعب السوري، ومصدر المشكلة أي الاحتلال لابد أن يكون، يعني لا يمكن أن يكون هو مصدرا للحل بآن معا. ولكن هذه الخطوة من جهة هيئة التفاوض هي غير مبرأة بالنسبة إلى السوريين، لا يبرئون هذه الخطوة، إذ لا يتوقع من الروس إلا المزيد من الضغط على هيئة التفاوض لتقدم المزيد من التنازلات. نعم، من غازي عنتاب كان معنا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ حسن النيفي، شكرا جزيلا لك.